السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كابيتاليزم برنامج قوي جدا في إعداد دروس تعليمية. طيب لو أنا عندي أكتر من فيديو، سجلت أكتر من فيديو وعايز أعمل نقلات بينهم بالشكل دوت، تمام؟ فعشان أعمل مؤثر وأخلي مثلا دي الصورة كبرت ميديا وأجي هنا أقول له أنا عايز صورة ممكن تقول له أنا عايز إيمج مثلا الصورة ديت اقول له اوبن بالشكل دوت وابدا اسحبها مثلا انها تبقى موجودة في المكان دوت. ممكن الفيديو ابدا اسحبه كده مثلا اهو عايز اخلي فيه مؤثر انتقالي بين الفيديو دوت والصورة ديت. فهاجي هقول له انا عايز اعمل ترانسليشن، هتلاقي فيه مؤثرات كتيرة جدا زي المؤثر دوت. ممكن تاخد مؤثر زي دوت ممكن هتلاقي مؤثرات كتيرة تقدر تختار منها اللي انت عايزه وتطبقه بحيث تدي حيوية للفيديو بتاعك.